معليك احنا ما تعودناش على الرؤساء على وزراء الخارجيه بالعاده يكونوا حادين، وانت يعني بنعرف عنك بالك طويل في الفتره الاخيره تصريحاتك كانت حاده، وهذا الامر حاده سياسيا، انا بتكلم دبلوماسيا، هذا الامر اكيد ربما الموقف يتطلب ذلك، واحنا بنعرف دائما اللي في ظهره جلاله سيدنا اكيد يعني سقفه عالي. اليوم الحديه التي والتصريحات الحاده التي تعامل بها مع الايمن الصفدي، هل تنبع من سياسة الموقف الأردني الثابت وتتماهى مع تصريحات أيضا سيدنا اليوم وجلالة الملكة وسمو العهد اللي كمان سقف الأردن اليوم عالي بالخطاب ويمثل كل نبض ليس أردن اليوم كل العرب اليوم، خطاب سيدنا مثلا في القاهرة ولا في الأمم المتحدة يعني كان يعني فخرا لكل الأردنيين والعرب. سيدي نحن ننفذ توجيهات جلالة الملك، جلالة سيدنا هو الذي يرسم المساحة التي نتحرك فيها، وبالتالي كل ما نقوم به يعكس موقف الدولة الأردنية الذي ويعكس الموقف الذي حدده جلالة الملك لنا. وما المقصود بالحدة؟ هل أن نصف ما يجري بكل دقة وبكل صراحة حدة؟ هل نقول أن قتل الأبرياء مرفوض حدة؟ هل نقول أن الدمار الذي تجلبه إسرائيل على الغزيين وعلى المنطقة برمتها حدة؟ نحن نتحدث بما يعكس ما يجري على الأرض، نعكس مبادئنا، نعكس ثوابتنا، نعكس قيمنا، ونتحدث بالقانون الدولي، نتحدث بالقيم الإنسانية. إسرائيل تخرق القانون الدولي، أين الحدة في أن نقول أن إسرائيل تخرق القانون الدولي؟ وبالتالي وموقفنا، وأكد لك ونسمع كثيرا من الكلام أن هذا يؤثر على مكانة الأردن دوليا. انظر إلى كيف يتعامل العالم مع الأردن، انظر إلى استقبال جلالة الملك في كل العواصم الأوروبية، العالم كله يدرك أن الأردن يتحدث بعقلانية بمنطقية بكلام يصف واقعا كارثيا إسرائيل مسؤولة عنه.